اثنين من هنا بس. حلو. وبعد كذا نرجع. بنعطيهم دقيقة. نعطيهم دقيقة ودق الجرس. نبغى تايمر من على الشاشة. يلا أنا دق الجرس إذا أنت دقيقة. على طول إذا قلت إذا قلت دق الجرس دق الجرس. ثلاثة. لا لسه لسه. أنا وأنت نوم. يلا تركي تركي ويا شباب يلا خلينا يطلعون. خلكم ريدي داعش. طيب. حتى الدهويد عبد الله سوء. هو هذا يبينه تفكيره طيب كلام قرط اشك سهله بس يبغى لها تركيب هي سهله ايوه مطايا طيب ابغاكم تفكون هذه من بعض بحيث كيف مكانهم كويس كذا بحيث انك ما تطلع هذه من يدك ما تطلعها من الاطراف بس تفكوها كيف هذا مشكلتكم مين مشكلة؟ ركز يلا ابدا يعني دقيقه صدق يلا يعني ما طلع يدي ما تطلعها ولا تطلعها يعني ما طلعها ولا تقطعها تصرف ما اقطعها ما تقطعها ما راح تنقطع اصلا ايش اسوي طيب نبدا فكر لا تقول ايش اسوي يلا ابدا تحرك يلا دقيقه واحد يلا ارجع انزل يا ابو غوزي انزل ايوه يا سلام ها جرب لا 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 اصبر انزل اي لا 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 انا حتاهدى لا 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 سريع لسه معك وقت كم باقي معك؟ باقي قدامهم نص دقيقة عبد الله ترى فكناها صح والله فكناها صح تفكيركم سليم بس التفكير بس لا وقف الوقت سرعة لا لازم تحسب انزل خليك عبد العزيز شوي ما تقدر تفكها تنفك انا فكيتها والله فكيتها يلا لا هيا يا سلام انزل لا اصبر صل على النبي انزل الحكم يتابع من هنا بالله يتابع من عندك عبد الله يلا ابن عازم عندي برو صل على النبي انا شغال تعال ورا خلص فريق مهزوم فكناها بس انها منصف ميجا والله انها فكناها بس منصف لا تعال تعال انت عبد الله الحاج ما راح اعرف انا ها طرت علينا كذا يا لازم تعرف بتعرف ما تعرف ما عليه يعني هادي ما في سؤال تعال عزوز ابدا الوقت تبدا الوقت ترى فكناها يا زميلة اعدي لها 10 اذا ما جو مهزومين 1 2 ثلاثة والله برا الحلبة يا سلام أربعة يا سلام. خمسة برا الحلبة هم نعم ست.